السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درس اللغة الإنجليزية للصف الثالث متوسط. طلبوا من عندي شرح يونت 3، طبعا أنا شارحته، أو صفات المقارنة والمفاضلة، لكن يعني شرح قديم نقول. فهسه رادوا من عندي شرح يونت 3، إن شاء الله حنبدي بصفات المقارنة والمفاضلة. طبعا بصفات المقارنة بكتاب النشاط أول صفحة، هذا صفحة 35. هذه الصفحة كلش مهمة، وحتى لما قلت لكم أشرت التمارين بكتاب النشاط، قلت لكم هذا كلش مهم، هاي إسقاطات المفردات. فراح ونزلت تاني بفيديو بوحده، راح نقول نحله شفوي. هذا صفات المقارنة والمفاضلة لما راح ناخذها نشرحها، ناخذ هذا التمرين. عندنا هاي يجيك هذه مفردات داخل الصندوق، خليها بالجمل. بايت اللي هو يعض، فلاي يطير، جراو ينتج، هانت يزرع، وبروديس هنا ينمو وهنا ينتج. زين، جراو ينمو وبروديس ينتج. يقول لك a bat is not a bird but it can fly like a bird. نخلي fly، يقول لك الخفاش a bat، الخفاش هو ليس طائر لكنه يستطيع الطيران مثل الطير. Owls hunt and kill small animals at night. يقول لك البومة تصطاد الحيوانات الصغيرة بالليل. If you put your foot on a snake it will bite you. لما تخلي قدمك على الحية راح تعضك. Cows and goats produce milk. الأبقار والماعز ينتجون الحليب. Elephants grow very big but it takes many years. يقول لك الفيلة تنمو بشكل كبير لكنها يعني تأخذ لي سنوات عديدة. يلا عيني، هسه نجي على سوبرلاتيف أو كومبراتيف. راح شو أسوي؟ راح أقسم الورقة نصفين. هنا اخلي هنا مقارنة كومباراتيف، وهنا مفاضلة سوبر. يعني شنو؟ لحظة، هذه سوبر وهذه كومباراتيف، مقارنة ومفاضلة. يعني شنو مقارنة؟ مقارنة تقارن بين شيئين، بين طالبين. والمفاضلة مثلا عندك انت داخل الصف تقريبا 40 طالب، تفضل يا هو الشاطر من عندهم يا هو الزين، يسموه مفاضلة. يلا عيني، المقارنة إضافة ER للفعل أو للصفة، هنا إضافة EST، إضافة ER وهنا إضافة EST. زين، هنا إضافة كلمة more للصفة الأكثر من مقطعين بها حروف علة، وهنا إضافة most. هنا than يعني الدليل مالتها than، وهنا الدليل مالتها ذا. هسه لما أخذ أمثلة أنتوا تفتهمون، هسه احتمال يجوز ما فاهمين هيجي بعد شنية. زين، حناخذ الأمثلة. مثلا عندك شنو بعد؟ باد يقول لك شو تسوي؟ الفعل الصفة اللي تنتهي بحرف علة وقبلها بحرف صحيح وقبلها حرف علة، نضاعف الحرف الأخير ونضيف له اي ار. هنا بالمفاضلة ايضا باد شو تصير؟ نضاعف الحرف الاخير ونضيف لها اي اس تي. زين، عندنا سترونج، سترونج
شو اسوي لها؟ بس اضيف لها كل شيء ما بيها، لان هذه اثنين حرف صحيحه. سترانجر هنا سترانج، شو يصير؟ سترانج اي اس تي سترانجز. عندي تول، شو يصير؟ تولر هنا تول تولست اي اس تي. لونج لونجر، وهنا لونج لونجست. زين هنا عندي هذه راح اخليها باللون الاحمر حتى تبين بيوتيفول بيوتيفول. الكلمة لحظة، الكلمة هايش كم مقطع يعني حروف علة؟ هذه واحد اثنين ثلاثة أربعة، أو هذه يسموها مقطع واحد. فشي أخلي مور مور، ونزل الكلمة beautiful. مثلا expensive، شوفوا كم واحدة، واحد اثنين ثلاثة أربعة، شو يصير؟ more expensive more expensive. هنا ايش اخلي؟ مثلا عندي beautiful هي نفسها الكلمة، شو يصير؟ most most beautiful. وايضا expensive تصير most expensive. هسه عرفت شنو؟ زين الدليل شلون يجي؟ خلينا اوخر هذه. لا اله الا الله. الدليل المقارنة، مثلا يقول لك، ها قبل لا نقول الدليل، اكو نقول شواذ حفظ، هذه شواذ حفظ، هنا مقارنة، وهنا شنو؟ مفاضلة. الشواذ، الشواذ مثلا عندك good بالمقارنة، شو يصير؟ better. هسه اقول لك شلون. good يعني مثلا جيد، وbetter نقول افضل. good والول هاي اثنيناتهم يصير better. هنا شو يصير؟ الgood يصير لحظة الجود بيست، الجود والويل بيتر، اي نقول البيتر مثلا، ها اي هنا لحظة، احنا مو قلنا صفات المقارنة جود وبيتر، فال الجود والول هنا صير بيست. هذه يعني ما راح اكتبها مره ثانيه. بعد ايش عندي؟ شنو بعد؟ الورس وورس، شو يصير؟ يعني مثلا نقول لك الباد يصير وورس، هنا نقول خلينا نكملها. الباد الباد يعني سيء، شو يصير؟ وورس. هيجي الباد سيء يصير وورس يعني أسوأ. الفار يصير فارذر، الفار يعني بعيد أبعد. بعد شنو بعد؟ قلنا الموني، لا بعد الموني والماتش. الموني ماني والماتش، الماني والماتش اثنيناتهم كثير، شو يصير؟ مور اللي هو اكثر. هذه المقارنة. زين المفاضلة قلنا خلنا نكتبها هنا، البيتر يصير
بيست. البيتر تصير بيست. زين شنو بعد؟ الورس شو تصير؟ ورست. الفار تصير، شوفوا هسه هاي مقارنة وهاي مفاضلة، هذه مقارنة وهذه مفاضلة. يعني مثلا عندك الليس، الليس تصير الليتل تصير ليست، ليست هذه مقارنة ومفاضلة. بس شوفون ST قولي مفاضلة، ER اي مقارنة. شنو بعد؟ شلون نمط السؤال يجيك؟ يجيك مثلا نمط السؤال يقول لك شو يقول لك؟ يقول لك مثلا باد بادر اي ار، يقول لك مثلا جود، يخلي لك فراغ، انت شو تسوي؟ قول هذه الباد إضافة إي آر، الجود هم أضيف لها إي آر، لو أكو قاعدة شاذة الجود شو تصير؟ والول بيتر. زين وإذا قايل لك هنا باد بيدست، زين الجود شو تصير؟ بالمفاضلة إي إس تي شو تصير؟ بيست. بيست هاي هيك يجيب لك، يقول لك مثلا شنو بعد؟ مثلا نريد ان ها يقول لك هي از، اسمع شوف هذه هي از ذا، يقول لك فراغ باوت. شي يقول لك الاختيارات great لو greater لو greatest. زين باو عليها، شوف الدليل مال من؟ مال ذي ذي. انا ايش قلت بذي؟ خلينا اشوفكم اياها وين الذي ياتها. انا قلت شنو بذي؟ مقارنة لو مفاضلة؟ مفاضلة اي اس تي. اذا شختار اختار ام الاي اس تي، هذه اي اس تي. خلنا ناخذ بعد مثال، يقول لك شي از بين قوسين قبلها ذان، شي از ذان سمارت سمارت سمارت. شنقول؟ شي از، يقول لك correct مثلا، correct صحيح الفعل. زين هذه smart وعدي كلمة than، اذا شو خليها؟ er، طبعا الذان تنزل نفسها، خليها er. ليش عرفت er؟ لان كلمة than، خاف يقول لك ذا قلت est. هاي قاعدة المقارنة والمفاضلة، قلت لكم ناخذ تمرين عليها اللي هو adjective صفات المقارنة والمفاضلة. شوف هنا wait waiter، than thinner، sad sadder، دي قلب هذا الان ذن، كلهن الصفة تنتهي بحرف صحيح وقبلها حرف علة، نكررها ونضيف اي ار. لونج هاي ما بيها شيء، ضفنا لها اي ار. ناوزي اي، هاي الواي اذا قبلها حرف صحيح تقلب الى اي وضيف اي ار. نير بس ضفت لها اي ار. فات كررت الحرف الاخير ضفتها اي ار. هافي الواي اذا قبلها حرف صحيح نقلبها ونضيف لها اي ار. خلينا اقلكم عليها، هاي هذه هنا هي خوش جت عدلة هنا.
ناوزي مثلا عندك ناوزي لما أضيف لها ER ناوزي أقلب الواي إلى I وأضيف ER هنا أقلب الواي إلى I وأضيف EST يلا عيني إن شاء الله تستفادون من هذا الفيديو إن شاء الله التوفيق.